معنا اتصال مسفر من الرياض، حياك الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. مساك الله بخير. حياك الله. بسأل الشيخ رد خير عن السعودة، في شركات، في شركات تسجل سعوديا تعطيهم مبلغ 1500 كذا وتسرح ما يشتغل عندها نهائيا، بس يمشي له المبلغ هذا، ما أدري هو حلال للي يستلمه ولا مو بحلال. تفضل يا شيخ. أقول هذا احتيال ولا يجوز وكذب، وهذا ليس الغرض منه أنك تعطي السعوديين دراهم بصورة أنك موظفهم وأنت ما وظفتهم، وإنما هذا من باب الاحتيال، فلا يجوز هذا لك. نعم. يعني حرام على المستفيد يا شيخ؟ نعم. المستفيد إذا لم يعمل عملا فليس له أجرة وليس له راتب.